رحل عن عالمنا اليوم الإعلامي مفيد فوزي بعد صراع طويل مع المرض، وتعرض الإعلامي الراحل مفيد فوزي قبل نحو 10 أيام لانتكاسة في حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية عبارة عن منظار في القنوات المرارية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة. مفيد فوزي من مواليد 19 يونيو عام 1933 بمحافظة بني سويف، وهو إعلامي لقب بالمحاور، تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959. تزوج من الإذاعية الراحلة أمال العمدة في الأول من مايو عام 1968، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي. أسرى مفيد فوزي عالم الصحافة والتلفزيون بتحقيقاته المتنوعة وحواراته مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية. ساهم مفيد فوزي في إعداد الكثير من البرامج الإذاعية، وقدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، وأعد أيضا الكثير من البرامج الإذاعية للإذاعات العربية في الأردن والإمارات وقطر. وحاول رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك 4 مرات، وألف مفيد فوزي العديد من الكتب منها كندا حلم المهاجرين وجواز سفر إنسان، وقدم صديق الموعود بالعذاب والنجاح عن قصة حياة العندليب عبد الحليم حافظ. تميز مفيد فوزي بتصريحاته المثيرة للجدل وتفجيره لأسرار فنية للعديد من الفنانين، أبرزهم حقيقة مقتل سعاد حسني وزواجها من العندليب عبد الحليم حافظ. وقال مفيد فوزي إن الشرطة البريطانية أعظم جهاز بوليس في العالم نفت أن تكون سعاد حسني قتلت، وبالتالي نحن مع الذين يوثقون الأمور بالكامل حسب قوله. وبعد تأكيده بأن حليم تزوج سعاد حسني، أضاف إنه لم يخن الأمانة بالإفصاح عن سر زواج العندليب من سعاد حسني قائلا ما أعتقدش إنه كان يعتبر سر، وأشار إلى إنه كان متواجد أثناء عقد الزواج السري بين حليم وسعاد، وأضاف بأن الطبيب قال لحليم إنه لا يناسبه الزواج بسبب ظروفه الصحية، لكنه أصر وتم عقد القران في عام 1960، وكان شاهد على العقد كلا من الملحن كمال الطويل والصحفي وجدي الحكيم. ومن ضمن تصريحات مفيد فوزي المثيرة للجدل إنه هاجم الشيخ الشعراوي قائلا إنه مهد الطريق أمام الفكر المتطرف لكي يظهر ويتفشى في المجتمع على حد وصفه. وأوضح مفيد فوزي إن الشيخ الشعراوي رحمه الله كان سببا في ارتداء بعض الفنانات للحجاب، وهو ما أسماه تحريض. كما نفى الإعلام الراحل مفيد فوزي في أحد البرامج التلفزيونية ما تردد حول طلبه إجراء حوار مع الفنانة نادية الجندي طيلة مشواره الإعلامي. وقال مفيد فوزي عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار معها، وليس صحيحا إنها من رفضت، فأنا صديق للفنانة نبيلة عبيد وأردت تحقيق التوازن. وتابع قائلا نادية الجندي فنانة عظيمة ولها أفلام هامة، ولكن ببساطة من الممكن القول إنني أحب نبيلة عبيد أكثر. وفي لقاء تلفزيوني قديم انفجر الفنان الراحل أحمد زكي غضبا على مفيد فوزي بعد سؤاله لأحمد زكي عن طلاقه من زوجته الفنانة هالة فؤاد واحتمال رجوعه إليها، لتكون ردة فعل أحمد زكي عصبية للغاية تحمل نبرة من الغضب الشديد، قائلا له انت اقتحمت حاجة انا ما بحبش اتكلم فيها. واكمل أحمد زكي قائلا انا بقول مش سعيد بانفصالي، ما اقدرش ارجع وانا تعبان وهي تعبانة، اي زوج واي زوجة في بينهم وبين بعض حاجات ولا انت تعرفها ولا المشاهدين ممكن يعرفوها.